أنا عارف يا سيادة المستشار إن اللي أنت مريت بيه كان صعب، بس أنت الحمد لله قدرت تتجاوزه. ليه بقى بعد الانتصار ده وفي لحظة النجاح عايز تسيب كل ده وتمشي؟ يا معالي الوزير، أنا مش بطل ولا حاجة، أنا خدمت بلدي وهخدم بلدي برضو وأنا بره السلك القضائي. عموما أنا مش هوقع على الاستقالة دي دلوقتي، وهديلك فرصة تفكر. تسمح لي معليك بس أرد ابني؟ اتفضل. ألو؟ أيوة سليم. أي يا حبيبي؟ لا طبعا طبعا جاي لكم. أنت وحشتني أوي يا سليم. وأنت كمان وحشني أوي يا بابا. أنا سألت ماما عنك كتير. سليم! ايه رايك يا ولاد بقى في الفسحه الجميله دي؟ حلو ها؟ انبسطتوا؟ كل ما ماما هتقولي ان انتوا شاطرين وبتعملوا الواجب بتاعكم هخرجكم بقى كل اسبوع، اتفقنا؟ اه يا ريت. انبسطت يا حبيبتي؟ امين. يلا يا ولاد. يلا حبايب، يلا يلا، خلي بالكم احصلكم. ها يعني نسيت اجيب سجاير، هنزل اشتري واحده بس بكره في الباطل. مش هتاخر مش هتاخر. اتفضل يا سياده المستشار. ابني ابني ملوش علاقه باي حاجه، ملوش ذنب في اللي بيحصل ده. ايه ده يا سيادة المستشار؟ البلد كلها هتقوم على رجل واحدة. معالي وزير الداخلية كلمك وبيباشر العملية بنفسه، وإن شاء الله الولد هينام على سريره ولادي. يا رب يا رب يا رب يا رب. من فضلك يا معالي الوزير، مش عايز الخبر يوصل لوسائل الإعلام. مامته لو عرفت ممكن يحصل لها حاجة. ما تقلقش، مفيش حرف واحد هيطلع بره. احنا هنعرف نسيطر على الحكايه دي كويس جدا، وان شاء الله في ظرف ساعات الولد هيكون معاك. يا رب يا رب يا رب. انا خلاص ما بقتش قادر استحمل عيش العيشه دي. بصي يا ماما، انا ممكن اقف جنب جوزي لما يتصاب، لو هي حادثه عارضه كده ممكن تحصل لاي حد في اي وقت، لكن ان ده يبقى ستايل حياتي اللي انا طبيعي اتعود عليه كل يوم، لا والله لا، مش قادر استحمل. بصي انا مستنيه افهم بالظبط ايه اللي حصل وايه اللي لسه هيحصل. يمكنك إرسال رسالة صوتية.
يا سماح، هي مدام كاملة عود من عندنا؟ قدمت استقالة بشكل رسمي؟ لا أبدا، أصل في مجموعة فايلات كانت معاها وأنا عايزها، بكلمها بقالي كتير وتليفونها مقفول. بعتتهم إيميل؟ تمام، ابعتهم لي. أنا مش قادر أفهم أنت عملت كده إزاي؟ كانت ممكن جداً كاملة تشوفك. عادي، ما تشوفني كانت هتعرف إن أنا متجوزين. أنت عارف إن أنا بموت في اللحظات دي وبموت في سرقتها، وعارف كمان إن أنا مجنونة وممكن أبوسك دلوقتي حالاً. اهدي بقى يا ريهام واسمعيني. اسمع أنت، أنا مبقاش يفرق معايا بعد قلة الأدب والتجاهل اللي أنت بتتعامل بيها معايا. قلة الأدب دي هي اللي حصلت منك هناك، ولا نسيتي؟ والله ده كان رد فعل. طيب، ممكن تروحي دلوقتي وبعد كده نبقى نتكلم؟ ما هبقى كنسل عليكي لما تتصلي بيا. أرجوكي امشي دلوقتي، أنا مش حامل أي فضايح. وأنا مش همشي من هنا، وعندي استعداد أعمل مليون فضيحة لو ما رستش معاك على بر. أنت عايزة إيه دلوقتي؟ عاوزة جوزي. عارف يعني إيه عاوزة جوزي ولا أشرحها لك في الشارع؟ ماشي، روحي دلوقتي وأنا هبقى أكلمك. هكلمك وأقول لك نتقابل فين بالظبط، ماشي؟ يعني نتقابل عندك طبعا. عندي فين؟ أنت اتجننتي؟ عندك في المنيل في الشقة القديمة. ماشي يا ريهام، هبعت لك مسج في العنوان. خلاص؟ خلاص يا مروان، اوكي. عشان لو ما بعتليش بالليل مسج في العنوان بتاع المانيال، انا ما اعرفلكش عنوان غير الشقه الجديده اللي فيها مراتك واولادك، وانا برضو مراتك، فهتلاقيني جايه لك فيه. انا طبعا مقدر انك مش عايز ترعب والدته، بس في معلومات مهمه لازم نعرفها الاول. منها مثلا سليم كان فين بالظبط قبل ما يتخطف؟ كان تقريبا في النادي. المكالمه كانت ثواني، ما لحقتش اعرف. يا وجيبي ما ينفعش نقول تقريبا، احنا لازم نعرف كل حاجه وبدقه، وسيادتك عارف. انا اعرف حاجه واحده بس، ان انا كنت بضحي بنفسي عشان البلد دي وعشان شغلي وعشان القانون. يا ريت انتوا كمان تشوفوا شغلكم. يا وجيه، البلد كلها معاك ومقدره تماما انت عملت ايه بالظبط، بس كلام سياده اليوم منطقي. لازم نعرف كل حاجة عشان نقدر نساعدك. الوقت بيمر يا وجيه، العصابة ديت ممكن يكون دوافعها انتقامية في اللحظة دي وبس. كلمهم في البيت، ما هم سيروا ما يعرفوا. ده جوزك؟ رد، عيب كده. ماما مش عايزة رد. ايوه وجيه، انا منال. ايه سليم؟ اهو الشغل خلص في 5 دقايق، عشان تتملي دايما جاهز. عيب يا باشا، وانا ينفع اجيلك بالشغل الا اذا كان مظبوط 100 100 وما فيهوش ولا غلطه؟ طب ده حتى ممدوح دلوقتي في الاداره الهندسيه بيتفق على الرسومات النهائيه للمشروع. مش كان عدى عليا ولا هو كده ممدوح؟ مفيش حاجة تهمه في الدنيا إلا شغله وبس. ده معقولة؟ لازم يعدي عليك. طب ثانية واحدة، رد الست. ألو؟ أيوة يا مجدي. إيه؟ بتقول إيه؟ سليم؟ طب اقفلي اقفلي. في إيه يا فضل؟ سليم اتخطف. سليم حفيد اتخطف. ابن المستشار وجيه؟ أيوه. برافو عليكم، انا بجد مبسوطه منكم قوي، بس هخليكم بقى ترتاحوا تلت ساعه ونرجع نكمل. اوكي انت كنت فين؟ كلمتك كذا مره اختفيتي خالص. كان عندنا ظروف في البيت، ما تشغلش بالك. احكي لي بقى عملت ايه مع مراتك؟ لا خلاص، العيشه بينا بقت مستحيله. عمري انت بتتلكك صح؟ انا قلت لك اتكلم معايا، هخرجها. حاول تعمل اي تجديد في حياتكم. انا عاوز اخرج معاك انت بس.
ما احنا بنتقابل هنا كل يوم. انت ليه مش فاهمه ان انا مش قادره اقاومك؟ عمر ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، احنا في المدرسه. ينفع فين؟ في كافيه متعوده اقعد فيه كل يوم. ممكن اقابلك فيه النهارده بس مش قبل الساعه 9. قبل 9 اكون هناك. اللي قول لي، هو في حاجه حصلت بينك وبينها؟ انا اللي بسالك مش انت اللي بتسالني. موتي وسام يسال حد سؤال يرد عليه بسؤال. امتى كامله استدخلت بالظبط؟ اه يبقى حصل. حصل ولا ما حصلش؟ جاوبني يا عم. يعني لا فرق معاك كلام ولا تحذير. طب بقول لك ايه؟ هتروح تشوف شغلك ولا هدور لك على ضحيه جديده؟ دي البيانات اللي خدناها من حرم سياده المستشار. والكاميرات فضلت مراقبه العربيه لحد ما دخلت اتجاه صلاح سالم. رأفت بيومي ما اتضغط عليه شويه دلنا على ورشه تصنيع ستار يعني، واعتقد انه مش بيكذب لانها في نفس الاتجاه. نص ساعه وعايز الولد يكون في حضن سياده المستشار. الضربه دي موجهه للداخليه كلها وفيها رساله لكل قاضي، البلد مش هتحميكم ولا هتحمي اولادكم. عشان كده عايزين نرد وبقوه على شويه الاوباش دول. تمام يا فندم. ربنا معاكم يا رجاله. واحنا هنفضل قاعدين بالواد ده كده كتير ولا حد هلنك معاه في الداخليه ولا ايه النظام؟ انت قلقان كده ليه؟ ما اكيد الجماعه هيتصرفوا. ولما نفذوش يبقى الله يرحمه.